السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ على طول بمثال، عايزين نجرب المرة دي الفلوت. فدخلنا على الكوتلين فايل، نعمل رقم الاكزامبل بتاعنا اكزامبل 15، ندوس على اوكي. الفانكشن السريعة بتاعتنا الميل الجميلة، ناخد بالنا ان احنا المرة دي هنتكلم على النمبر بتاع فلوتنج نمبر اللي هو النوع اللي اسمه فلوت. احنا بنعمل دايما السفكس الاف هي اللي بتميز الفلوت، فلو قلت 5.5 كده وسيمي كولون ما ينفعش، لازم السفكس اللي هو حرف الاف سواء كان كابيتال او سمول مش مشكلة، نحطه بعد الايه؟ بعد الرقم عشان يبقى فاهم ان النمبر دلوقتي عباره عن فلوت نمبر. ونعمل برنت بقى عليه، ما فيش فيها اي مشكله ان احنا نقول بقى ان ايه النمبر اللي هو النمبر ايكوال، ونحط الايه؟ نحط جنبيهم الايه؟ الفاريبل بتاعنا اللي اسمه ان او. هيطبع لنا الرقم الفلوت بتاعنا ايه العادي. طيب ده بالنسبه للرقم الفلوت بتاعنا العادي، فطلع بيه ب5.5. كويس جدا. هعرف كمان فاريبل. الفاريبل التاني اللي هعمله هنسميه مثلا نخليه ماكس فلوت والتاني مينيموم فلوت. هعرفه ازاي بيساوي ايه؟ هقول طبعا الفلوت دوت ونختار الماكس فاليو وناخد من السطر كله كوبي عشان نعمل منه المينيموم، او مش مشكله المينيموم احنا كده في الكسر مش قضيه، احنا بس نطبع الايه الماكس فلوت عشان نبقى عارفين دقته. التاني كان 308 ولا 300 وشويه صحيح؟ في بعد العلامه العشريه. طيب اما نوت لو جينا عملنا رن كده للفلوت هتلاقي الفلوت ده طبعا في الغالب هو ده اللي بنستخدمه، رغم ان هو كبير برضه لان بعد العلامه العشريه في عندك 38، يعني برضه عميق جدا بصراحه. احنا اصلا ما بنستخدمش الارقام دي الا في حاجات الساينتفك يعني ولا حاجه. فافكرك بس بالدبل كان كام؟ الدبل لما نشوف الماكس بتاعه بص الرقم كان عامل ازاي بعد العلامه العشريه، كان الرقم طبعا كبير جدا، كان 308، فرق كبير جدا. ففي الغالب ما بنستخدمش الدبل لان الفلوت بيقوم لنا بكل الايه؟ بكل المهمه لو احنا محتاجين اي ارقام ايه؟ ارقام فيها كسور او علامات عشريه.